هذه السحابة سبحان الله، لا إله إلا الله، حصلتها في المزارع في بدع فارس، يعني ما بيني وبينها إلا 5 أمتار، الحين ترد على السيارة. هذه قدر إلهية سبحان الله، نزلت الأرض الحين، فأنا مستعجب صراحة. ممكن حد يصدق أو ما حد يصدق إنها سحابة، الحين طاحت في الأرض ونجبت في الشبك. لا كيف هذا؟ تقسمت إلى أجزاء، الحين جزء طاح منها ودخل داخل المزارع. سحابة غريبة اشتلت، فأنا اليوم صراحة مستغرب المنطقة هذه، أشياء غرائب فيها أشوفها، الحين طلعت فوق. هل تصدق يا أخي؟ الله مخطط شكل الإنسان. وقف الحين بصور هذا. أنا ما أقدر بصور أنا في الجهة. شوف تعال جو التلفون هذا شوف. ها جود هذا شوف جود جود ايوه شكرا يا رفيق شكرا. عجائب الدنيا هاتاك في السماء، يا ريت انها تتفاضل.